السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. أحزاب سياسية وهيئات حقوقية تعلن تنسيق جهودها ضد الاستفتاء المرتقب على الدستور وتدعو إلى مقاطعته. والمنصور يندد باعتقال عضو مجلس الشيوخ محمد والغدة وما سماه القمع الوحشي للمحتجين ضد الاستفتاء. وزير الخارجية التونسي يرفض بلاده الحل العسكرية للأزمة الليبية ويؤكد استمرار تونس في دعم الاتفاق السياسي الليبي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أكدت عدد من التكتلات والأحزاب السياسية والحركات في موريتانيا إرادتها في التصدي للاستفتاء الشعبي المرتقب، داعية إلى توحيد الجهود من أجل إفشال الاستفتاء الذي قالت إنه يرمي إلى استمرار حكم الفساد والظلم. ودعا البيان الصادر عن التكتلات والهيئات إلى المساهمة بفعالية في حملة مقاطعة الاستفتاء. إن الدستور ورموز الوطن لا يمكن تغييرها إلا طبقا للإجراءات التي يحددها القانون الأساسي وضمن توافق وطني واسع يشكل الأساس الضروري لوضعية سياسية طبيعية. وعليه فإن هذا الاستفتاء ليس في النهاية سوى انقلاب جديد على الشرعية وتمهيد لاستمرار النظام، كما أعلن عن ذلك رسميا المتحدثون باسمه، وذلك في الوقت الذي يحتاج فيه البلد أكثر من أي وقت مضى إلى التوجه بصورة هادئة وتوافقية نحو تهدئة الظروف الضرورية لضمان تبادل سلمي وديمقراطي على السلطة في ظرفية وطنية ودولية حبلى بكل المخاطر. انطلاقا مما تقدم، فإن التكتلات والأحزاب والحركات الموقعة على هذا البيان تدين بالشدة الأساليب الممجوجة التي يستخدمها النظام لفرض تعديلاته والمتمثلة في تشجيع القبلية والجهوية وتجنيد الموظفين والوكلاء العموميين والتوظيف اللامشروع لوسائل الدولة واحتكار وسائل الإعلام وإقصاء كل الأصوات المخالفة. يعلنون إرادتهم القوية في التصدي بحزم الاستفتاء الذي يصر النظام على تنظيمه خرقا للدستور وخارج الإجماع. يوجهون نداء إلى كل القوى السياسية والاجتماعية من أجل الاتحاد وتنسيق الجهود من أجل إفشال هذه المهزلة التي ترمي إلى استمرار حكم الفساد والظلم والإقصاء والتفقير والجوع والعطش. يهيبون بكل موريتانيات وكل موريتانيين ليساهموا بصورة فعالة في حملة المقاطعة نشطة الاستفتاء. ندد رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل القيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة محمد جميل والمنصور باعتقال عضو مجلس الشيوخ محمد والغدة. وندد والمنصور بما وصفه القمع الوحشي للشباب الذي احتج ضد الاستفتاء الشعبي المرتقب، مؤكدا أن المعارضة الديمقراطية ستستمر في التنسيق والنقاش لاتخاذ الخطوات اللازمة في المرحلة القادمة. ندد بالاعتقال اللي خلق اليوم للسناتور محمد والغدة، جات فرقة من الدرك واختطفته من بيته في إطار تصفية الحسابات مع الشيوخ اللي موقفهم تعرفوه الموقف الوطني الرافض لهذا الاستفتاء. وندوا بالقمع الوحشي اللي خلق يامس هو النامس للشباب اللي ظاهر ضد هذا الاستفتاء. ونجدوا التنديد بذا اللي خلق اليوم من القمع، وبذا اللي خلق اليوم من المضايقة، وبذا اللي خلق اليوم من التحدي لكل القوانين والأعراف الديمقراطية في أي بلد. باسمكم كاملين مندين بهذه الأمور، ونأكدوا عن المعارضة الديمقراطية اللي سمعت وأسامي تشكيلاتها اليوم مقعب هذا البيان، إن شاء الله تعالى ستستمر في التنسيق والنقاش حول الأوضاع في المرحلة القادمة لاتخاذ الخطوات اللازمة. أعلن في العاصمة نواكشوط عن اختتام أعمال الدورة البرلمانية العادية الثانية للعام 2016-2017. ويأتي اختتام الدورة البرلمانية أسابيع قبل حلول موعد الاستفتاء الشعبي على الدستور المرتقب في الخامس من شهر أغسطس القادم. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير.
الدورة البرلمانية العادية الثانية لعام 2016-2017 تختتم أعمالها على وقع تجاذبات سياسية انتقلت إلى أروقة البرلمان الذي لم يعهد مثلها من ذي قبل. فقد ألقى موضوع التعديلات الدستورية المقدمة للاستفتاء الشعبي بظلاله على الدورة البرلمانية. مجلس الشيوخ الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني كان الغرفة الأكثر جدلا وسخونة، وعرف تبادل الاتهامات والتصريحات والتصريحات المضادة، حيث شكلت لآته عنوانا لمرحلة جديدة وخروجا عن المألوف. التطورات والتجاذبات التي شهدها مجلس الشيوخ خلال الدورة البرلمانية المنصرمة وتسييرها واحتواؤها قضايا من بين أخرى، يقول رئيس مجلس الشيوخ إن المجلس سعى في سبيلها لاحتواء الأزمة، واصفا تلك التجاذبات بالعادية في ظل الأنظمة الديمقراطية. أما رئيس الجمعية الوطنية فقد أشاد بتكامل عمل السلطتين التشريعية وتنفيذية، مؤكدا سعي الطرفين إلى ترسيخ مواصفات وصفها بالديمقراطية الواعدة في البلد، داعيا إلى المساهمة في إنجاح الاستفتاء الشعبي على الدستور والتعبئة للمشاركة الفاعلة فيه. وكانت الحكومة الموريتانية قد قدمت مشروع التعديلات الدستورية المتمخضة عن نتائج الحوار الأخير بين بعض أحزاب المعارضة وأحزاب الأغلبية الداعمة لنظام الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز، في مسعى منها لتمرير مشروع التعديلات عبر البرلمان قبل أن يصوت ضدها أغلب أعضاء مجلس الشيوخ. بعدها قدم مشروع التعديل الدستوري للاستفتاء الشعبي استنادا على المادة 38 المثيرة للجدل، وينتظر تقديمه للاستفتاء في 5 من شهر أغسطس القادم، بعد أن تم تأجيله حيث كان ينتظر إجراؤه منتصف شهر يوليو الجاري. قال رئيس مجلس الشيوخ الموريتاني محمد الحسن ولي الحاج إن التطورات التي حصلت بين مجلس الشيوخ والحكومة أحدثت بعض الأثر، وإن المجلس تمكن من تسييرها بصورة تضمن السير المنتظم لأعمال الغرفة. وأضاف محمد الحسن خلال اختتام أعمال الدورة البرلمانية العادية الثانية إن النقاشات لم تخلو من تجاذبات، لكن ذلك يعتبر عاديا في ظل الأنظمة الديمقراطية، مشيرا إلى أن الشيوخ تمكنوا من دراسة العديد من مشاريع القوانين ذات الصلة بالحياة الوطنية. التطورات أثرها وحاولنا تسيير تلك التجاذبات والتطورات بصورة تضمن السير المنتظم لأعمال الغرفة، وبفضل تعاونكم وما تحليتم به من روح المسؤولية أثناء النقاشات التي لم تخلو أحيانا من تجاذبات تعتبر عادية في عمل الغرفة البرلمانية في ظل الأنظمة الديمقراطية، تمكنا من دراسة وإعادة دراسة جملة من النصوص الهامة ذات الصلة بمختلف مجالات الحياة الوطنية. وأكد ولي الحاج أن الشيوخ حريصون على المصلحة الوطنية ويضعونها فوق كل اعتبار، مضيفا أنهم واثقون من أن القيادة الوطنية والأغلبية ستتوصلان إلى الحلول المناسبة لتجاوز الوضعية الحالية ضمن احترام الدستور والمحافظة على المصلحة العامة. إننا في مجلس الشيوخ كنا وما زلنا وسنبقى حريصين على المصلحة الوطنية، وبقدر ما نتمسك بتلك المصلحة ونضعها فوق كل اعتبار، فإننا واثقون من أن قيادتنا الوطنية والأغلبية التي تنتمي إليها الأغلبية منا ستتوصل في النهاية إلى الحلول المناسبة لتجاوز الوضعية الحالية ضمن احترام الدستور والمحافظة على المصلحة العامة. زملائي الشيوخ الأعزاء، في اختتام دورتنا الأخيرة من السنة البرلمانية أتمنى لكم عودة ميمونة إلى مختلف دوائركم الانتخابية.
اختتم اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين مهرجانه السنوي 11 المنظم في العاصمة تحت شعار الأدب في خدمة التنمية. وتضمن المهرجان محاضرات ونقاشات حول قضايا أدبية مختلفة، وعلى هامشه وزعت بعض الجوائز التكريمية على عدد من الأدباء والشعراء. نتابع تفاصيل في هذا التقرير. بعد 4 ليال من الشعر بشقيه الفصيح والشعبي، اختتم اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين النسخة 11 من مهرجان الأدب الموريتاني المنظم هذه السنة تحت شعار الأدب في خدمة التنمية. الأمين العام لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية قال في كلمته بالمناسبة إن أيام المهرجان 4 كانت حافلة بالأنشطة الأدبية والفكرية والثقافية، وأسهمت في نشر الوعي وتعميم الفائدة. بعد 4 أيام حافلة بالأنشطة الأدبية والفكرية والثقافية التي شغلت الساحة وأمتعت متذوقي الأدب وسكان نواكشوط، ها هو المهرجان السنوي للأدب الموريتاني 11 يضع لمساته الأخيرة بنجاح كبير على خواتيم هذا النشاط المتميز الذي يساهم في نشر الوعي وتعميم الفائدة، وهو ما يؤكد مقولة أن موريتانيا بلاد العلم والأدب والشعر والفكر والثقافة بامتياز. رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين دعا جميع الأدباء إلى المشاركة بفعالية في أنشطة الاتحاد. أدعو كل الأدباء الموريتانيين من على هذا المنبر إلى الانضواء في إطار الأنشطة وفي إطار فعاليات اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين وأي فعاليات أخرى نحن مستعدون يقوم بها أي أديب موريتاني أو أي مجموعة من الأدباء الموريتانيين، نحن مستعدون للتعاون معها ودعمه أيا كان الأديب وأيا كان رأيه. أما الأمين العام للاتحاد فقد أوضح أن هذه النسخة أتاحت المجال أمام الشباب المبدعين الذين لم يتعرف عليهم الجمهور من قبل، داعيا إلى تحقيق المزيد خدمة للوطن. بتوفيق من الله، ها هو المهرجان السنوي 11 للأدب الموريتاني في 4 لياليه يغوص بنا اقتناصا للآلي وجواهر عطاءات الموريتانيين في شتى عصورهم الزاهية وفي مختلف أنساق وأنماط الثقافة على اختلاف أضربها. تلاقى هنا الأدباء وتسامروا وأنشد بعضهم البعض ومروا باستفاضة على كل مراحل الفعل الإبداعي الذي أنجبته هذه الصحراء الولود. هذا وقد حضر حفل الاختتام جمهور من محبي ومتذوق الأدب بشقيه الفصيح والشعبي، وعرف توزيع تكريمات على بعض الأدباء الموريتانيين. أعرب وزير الخارجية التونسي عن رفض بلاده الحل العسكري للأزمة في ليبيا، مؤكدا استمرار تونس في دعم الاتفاق السياسي الليبي والسعي إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين في البلاد. وكانت الأطراف الليبية قد وقعت في العام 2015 اتفاقا بمدينة صخيرات المغربية برعاية من منظمة الأمم المتحدة. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. جدد وزير الخارجية التونسي خميس الجهناوي الإعراب عن رفض بلاده للحل العسكري للأزمة الراهنة في الجارة ليبيا. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها الجهناوي عقب لقائه في تونس مع رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، وفقا لبيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة. وأضاف الجهناوي أن تونس مستمرة في دعم الاتفاق السياسي الليبي وجهود تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين للوصول إلى توافق وطني شامل واستعادة استقرار البلاد وفق البيان. وفي ديسمبر 2015 وقعت أطراف النزاع الليبي برعاية منظمة الأمم المتحدة اتفاق صخيرات لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات تمخض عنها مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس الدولة، إضافة إلى تمديد عهد مجلس النواب في مدينة طبرق شرق ليبيا باعتباره هيئة تشريعية. لكن مع مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب الذي يريد إدخال تعديلات على الاتفاق لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف في شرق ليبيا أن الاتفاق انتهى وهو ما ترفضه الأمم المتحدة. من جانبه ثمن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي الموقف التونسي الداعم للاتفاق السياسي الليبي
وأشاد السويحلي بوقوف تونس على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية واحترامها لوحدة وسيادة ليبيا وحرصها على المصالح المشتركة بين الشعبين. وتتصارع في الوقت الراهن على السلطة ثلاث حكومات منها اثنتان في العاصمة طرابلس غرب ليبيا، وهما الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة بمدينة البيضاء شرق ليبيا، وتتبع مجلس النواب المنعقد في طبرق. وكانت قد فشلت مساعي دولية عديدة في إنهاء الفوضى الأمنية في ليبيا التي تشهد اضطرابات متواصلة منذ أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر عما يسميه عملية الكرامة في 16 من مايو أيار عام 2014، مستهدفا فصائل الثوار الإسلاميين الذين كان لهم دور كبير في التصدي لقمع كتائب القذافي لثورة 17 من فبراير 2011. المرابطون وقد تابعتم فيها. أحزاب سياسية وهيئات حقوقية تعلن تنسيق جهودها ضد الاستفتاء المرتقب على الدستور وتدعو إلى مقاطعته. المنصور يندد باعتقال عضو مجلس الشيوخ محمد والغدة وما سماه القمع الوحشي للمحتجين ضد الاستفتاء. وزير الخارجية التونسي يؤكد رفض بلاده الحل العسكري للأزمة الليبية ويؤكد استمرار تونس في دعم الاتفاق السياسي الليبي. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثانية موجز إخباري بحول الله. إلى اللقاء.